السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب بنوك الاسئله الامتحانيه. احنا كنا وصلنا للفصل الرابع. تعال نشوف السؤال الاول. لما نقفل المفتاح كي، ايه اللي هيحصل لقراءه الاميتر؟ هقول تظل ثابته. طيب ليه؟ ايه الفكره؟ الفكره ان الاي اللي هي قراءه الاميتر في الحاله الاولى، الاي افكت عباره عن الفي افكت، الفي افكت على الاكس سي، على الاكس سي تمام. وممكن افك الاكس سي دي لواحد على 2 باي اف سي مقام المقام بسط، يبقى الاي افكت هتساوي الفي افكت، هنا قلنا واحد على، يبقى دي 2 باي اف سي، يبقى الساعه والاي افكت طردي. طيب الساعه في الحاله الاولى 3 سي تمام. طيب ولما نقفل المفتاح، لما نقفل المفتاح هيبقى معاك الفرع ده مع الفرع ده على التوازي، فالفي المصدر هي الفي هنا هي الفي هنا، فلما اجي اعوض عن الاي افكت اللي هو تيار الفرع، هقول الاي بتساوي الفي افكت اللي هي ما زالت من نصيبها، لان انت معاك منطقه توازي واحده، فالفي افكت هي هي ماشي. وادي 2 باي والاف والسي ما زالت 3 سي، يبقى مفيش حاجه اتغيرت في الفرع، لا ساعه الفرع اتغيرت ولا الفي اللي بياخدها الفرع اتغيرت، فبالتالي التيار اي واحد هيظل ثابت، فتبقى الاجابه به. السؤال اللي بعده، عند فتح ك فإن قراءة الأميتر هيحصل لها إيه؟ طيب قبل ما نفتح ك والمفتاح ك مغلق، عندك منطقة توازي وحيدة، برضو فرق الجهد بين طرفيها هو الفي افكت، ولو اتكلمنا على قراءة الأميتر فالأميتر ده متوصل على الفرع اللي فوق، والمفتاح مغلق، هيبقى أنا بتعامل على إن دي توازي، فهنا الفي افكت زي الفي افكت فوق، ففوق هنتعامل مع الـ V effect والـ C اللي هي الساعة دي. طيب لما أفتح المفتاح هيصبح برضو مفيش غير المكثف دون، فهيبقى الـ V نصيبه هي الـ V effect وساعته زي ما هي ما اتغيرتش، فتظل ثابتة زي الفكرة اللي فاتت، يبقى الإجابة برضو به. نشوف السؤال رقم 3، إيه الحالات الآتية تعبر عن حالة الاتزان الحراري في الأميتر الحراري بدقة؟ تمام، تعال نشوف كده المعلومة بتقول إيه. إيه هي حالة الاتزان؟ هي تلك الحالة التي يثبت فيها المؤشر ليقرأ شدة التيار، وتحدث امتى بقى؟ عندما تتساوى كمية الحرارة التي يكتسبها السلك مع كمية الحرارة التي يفقدها السلك، بس خلي بالك العبارة ليها تكملة، في نفس الزمن، يبقى عشان تبقى الكلام صحيح لازم يكون ورا الجملة دي في نفس الزمن. طب تعال نشوف انهي اختيار اصح. هل اقول كمية الحرارة المفقودة تساوي كمية الحرارة المكتسبة؟ ايوه، بس لازم اكتب ايه؟ في نفس الزمن. هنا ما قالش في نفس الزمن. طب ينفع معدل الحرارة المفقودة تساوي معدل الحرارة المكتسبة؟ أيوة، أنا هختار ب، لأن كلمة معدل دي بتعني إنهم في نفس الزمن، فبالتالي الاختيار هنا كلمة معدل أصلا يعني حاجة مقسومة على الزمن، فهنا الإجابة ب هتبقى الأدق، يبقى اختيارنا هيكون ب. السؤال اللي بعده، في الرسم البياني المقابل تتغير قوة دفع الملف الدينامو مع الزمن، فإذا وصل هذا الدينامو مع مكثف سعته 2 مايكرو فراد، فإن القيمة الفعالة لشدة التيار المار في المصدر بتساوي إيه؟ يبقى أنا معايا مصدر اللي هو الدينامو، متوصل معاه مكثف، المكثف ده سعته 2 مايكرو فراد، يعني 2 في 10 أس سالب 6، المطلوب شدة التيار الفعال. طب ايه اللي ممكن نستفاده من على الرسم؟ عندك هنا القيمة الـ V max، ناخد منها الـ EMF effect، الـ EMF فعالة الـ effect هتساوي 100 على جذر 2. طب وممكن ناخد برضو التردد، التردد هنا مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 4 في 10 أس سالب 3، هيطلع 250 هرتز. طيب ماشي، تعالى كده نجيب الاكس سي، الاكس سي بيساوي 1 على 2 باي اف سي، 1 على 2 الباي عندك ب 3.14%، التردد 250، الساعة 2 في 10 أس سالب 6، هيطلع معاك 318.47% أوم. تعالى بقى نجيب التيار الفعال الاي افكت، هتساوي الفي افكت اللي هي 100 على جذر 2 على الاكس سي، الاكس سي اللي هي 318.47%، هيطلع معاك الناتج 22% امبير، 22% بالاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده، اي مما يلي صحيح في دايره التيار المتردد تحتوي على ملف حس عديم المقاومه؟ دي الدايره رقم 2 اللي فيها فرق الجهد بيسبق التيار بزاويه 90 درجه، فرق الجهد بيسبق التيار بزاويه التطور بينهم 90 درجه، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون ج. السؤال اللي بعده بيقول لك، اذا كان فرق الجهد بين طرفي ملف حس متصل بمصدر متردد يعبر عنه الرسم المقابل، فان الرسم المعبر عن شده التيار المار فيه هو ايه؟ يعني اذا كان ده فرق الجهد، فين بقى التيار؟
التيار المفروض انه بيتأخر عن فرق الجهد بربع دورة. طيب فرق الجهد بادئ من الصفر، هتأخر روح فين؟ تأخر تنزل عند السالب بربع دورة، يبقى تنزل عند السالب بربع دورة، يبقى هنا يبقى ده كده التيار متأخر بربع دورة عن فرق الجهد، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون ألف. سؤال رقم 7، في الدائرة التالية يكون فرق الجهد بين طرفي الملف الأول وفرق الجهد بين طرفي الملف الثاني في نفس الطور، طيب ليه؟ تعالى نقول ده اتجاه التيار، ده تيار التوالي، فين فرق الجهد عبر الملف الأول؟ بيسبق التيار بربع دورة، ده في واحد. فين فرق الجهد عبر الملف الثاني؟ برضو بيسبق التيار بربع دورة. طيب فرق الجهد الأول وفرق الجهد الثاني ليهم نفس الطور؟ أيوة، يبقى هما ليهم نفس الطور. سؤال رقم 8، ملف حس ذاتي 4 من 100 هنري، وضع بيها قالب من الحديد في معامل الحس الذاتي، هيحصل له ايه؟ طبعا انت عارف معامل الحس الذاتي، ال عبارة عن منال ميو ان تربيع ايه على ال 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 بتتناسب مع معامل النفاذية، ومعامل النفاذية بيزيد لما نضع قالب من الحديد، وبالتالي ال ال هتزيد، يبقى معامل الحس الذاتي هيزيد وهيبقى اكتر من 4 من 100، يعني الإجابة بيها هتبقى الإجابة الصحيحة. السؤال بعده، أي من العناصر الآتية يسبب فقد في الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية عند مرور تيار متردد خلال الدائرة؟ طبعا مفيش غيرها، المقاومة الأمية عديمة الحس، ده بيفقد بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، أما الملف بيخزن، المكثف بيخزن، ده بيخزن الطاقة الكهربية في صورة طاقة مغناطيسية، وده بيخزن الطاقة الكهربية في صورة مجال كهربي، يبقى احنا هنا هنقول الاختيار المطلوب ألف. سؤال رقم 10، لا يصلح التيار المتردد في ايه؟ في إنارة المصابيح. طب ما احنا عندنا تيار متردد في المنازل والمصابيح بتضاء بتيار متردد، تشغيل الأجهزة المنزلية، الأجهزة في المنازل بتشتغل على التيار المتردد، شحن البطارية لا ده لازمها التيار مستمر، أما تشغيل المحولات، المحول لا يتعامل إلا مع التيار المتردد، يبقى الحاجة الوحيدة اللي مش هيصلح فيها ليها التيار المتردد في الحاجات دي شحن البطارية، فيبقى إجابتك هتبقى جيم. سؤال رقم 11، في الشكل المقابل عايز نسبة قراءة الأميتر A1 لقراءة الأميتر A2. طيب تمام، تعالى نشوف قراءة الأميتر A1، هنقول عبارة عن الفي على الإكس سي، تمام. طيب أدي الفي دي بتاعت مين؟ الفي دي بتاعت المصدر. طب ليه بقول كده؟ علشان أنا عندي منطقة توازي واحدة في الدايرة، التيار المفروض هيتجزأ على الفرعين دول، بس دي منطقة توازي واحدة، فهيبقى فرق الجهد هنا هو الفي مصدر، وفرق الجهد هنا في مصدر، فانا عايز التيار هنا، فبقسم في مصدر على الاكس سي اللي هي عباره عن 1 على 2 باي اف سي، فاقدر اقول لك ان تيار الاميتر لو انا حبيت اعمل نسبه بقى لتيار اميتر 1 على اميتر 2 هيبقى الاي والسي طردي. ليه بقول كده برضو؟ لان لما تيجي تجيب قراءه اي اميتر 2 فتيجي تقسم الفي هتبقى برضو في مصدر على الاكس سي توتال، على الاكس سي توتال. طيب فهتبقى الاي اي 2 هتبقى عباره عن في، وهشيل اكس سي توتال واكتب 1 على 2 باي اف سي توتال، فيبقى عندك اي اميتر 1 لاي اميتر 2 هيبقى كل حاجه متشابهه ما عدا الساعه. هنا سي اللي هي خاصه بالفرع ده اللي هي قيمتها سي، وهنا السي توتال اللي هي عباره عن خلاصة المكثفين دول، هما متوصلين على التوازي بس بخلصهم بقانون التوالي، فبجمع سي وتلاتة سي يبقى 4 سي. طيب يبقى النسبة دي 1 على 4، 1 على 4 هتبقى الإجابة ده. السؤال بعده، عند غلق المفتاح بالشكل المقابل فإن قراءة الأميتر هيحصل لها إيه؟ طيب تمام، هنيجي هنا نقول إن قراءة الأميتر الأي بيساوي الفي على الإكس سي، فلما تقفل المفتاح هيبقى هنا الملفين متوصلين على التوازي، ففي قانون التوازي هناخد 1 على عددهم، يعني الاكس سي هتقل للنص، يبقى التيار يزيد للضعف، يبقى هيزداد للضعف. طب نختار الف ولا نختار جيم؟ زاويه التور مش هتتغير، لان ما زالت دي دايره نقيه، الدايره رقم 2 اللي فيها ملف نقي، ملف حاس عديم المقاومه، في فرق الجهد بيسبق التيار بربع دوره، فمش هيحصل حاجه لزاويه التور، هتظل زاويه التور ثابته، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون ج. سؤال رقم 13، عند توصيل طرفي الاميتر بملف حاس تدل قراءته عليه، لازم تبقى فاهم تركيب الاميتر. الاميتر ده تركيبه عباره عن جلفانو ومقاومه ثابته ومقاومه متغيره وبطاريه، بطاريه بتدي تيار مستمر، وكانك بتوصل الملف بمصدر مستمر، ساعتها الملف ده ملهوش اكس ال مع المصدر المستمر،
اكس ال منين بقى؟ مش الاكس ال 2 باي اف ال؟ طب ما الاف للتيار المستمر بصفر، تردد التيار المستمر بصفر، فيبقى الملف ده ملهوش اكس ال. ليه ايه بقى؟ له مقاومه. فساعتها الاميتر لو هيقرا هيقرا مقاومه الملف، يبقى المقاومه الاميه للملف، فتبقى الاختيار هيكون ب. سؤال رقم 14، عند غلق كيف فان قراءه الفولتميتر هيحصل لها ايه؟ اولا المصدر دون مفيش منطقه في الدايره دي غير المنطقه دي بس، يعني اقصد اقول ايه، تعال نشوف المفتاح مفتوح، هيبقى معاك المكثف ده بس، ففرق الجهد بين طرفيه هو فرق جهد المصدر. طب لما اقفل المفتاح هيبقى عندك منطقه توازي واحده، هيبقى فرق الجهد لمنطقه التوازي هي برضو فرق جهد المصدر، وبالتالي ده هيبقى عباره عن الفي مصدر، وده كمان فرق الجهد عباره عن الفي مصدر. يبقى في الحاله الاولى كان الفولتميتر بيقرا الفي مصدر، وفي الحاله الثانيه برضو هيقرا الفي مصدر، يبقى في الحاله دي هيبقى الاجابه لا تتغير. سؤال 15، اقسام تدريج الاميتر ذو السلك الساخن، طبعا اقسام غير متساويه، هي بتبقى عامله ازاي؟ بتتقارب في البدايه وبعد كده تتباعد. يبقى تتقارب في البدايه ومتقاربه عند بدايه التدريج ومتباعده عند النهايه، ده صحيح. طيب وتراجعها، ده جزء نظري. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعده، تدريج الاميتر الحراري. تدريج الاميتر الحراري غير منتظم ليه؟ لان كميه الحراره المتولده في السلك نتيجه مرور التيار فيه بتتناسب طرديا مع مربع شده التيار، لان سي تتناسب مع الطاقه الحراريه، والطاقه الحراريه عباره عن اي تربيع في ار في تي، وبالتالي هي بتتناسب مع مربع شده التيار، يعني الاجابه هتبقى د. سؤال بيقول لك اذا كانت المفاعله الحسيه الملف، يبقى الاكس ال دي المفاعله الحسيه 440 ال، يعني بجيب لك الاكس ال بدلاله ال، حيث ال ده معامل الحس الذاتي الملف عايز التردد. على العموم قانون الاكس ال 2 باي اف ال. طيب لو انا عايز التردد هقول التردد هيساوي البعيد على القريب، يبقى اكس ال على 2 باي ال. الاكس ال عندك ب 440 ال على 2، والباي ب 3.14 في ال ال، دي الطول مع دي، اقسم لي بقى 440 على 2 في 3.14، هيطلع الناتج 70 هرتز، فتبقى الاجابه الف. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل عند غلق المفتاح تنتقل الشحنه من اللوح النون. تعال نتكلم عن الاتجاه الالكتروني، هتتحرك من السالب للموجب لغايه ما يضمحل التيار، لان دي مقاومه، مصباح ما هو الا مقاومه، هيبدا بقى المكثف ده يفرغ شحنته لغايه ما تخلص وينعدم التيار، يبقى السالب الموجب ويضمحل التيار مع الزمن، يبقى الاجابه ده. سؤال 19، الشكل الذي يعبر عن التيار المار اثناء عمليه شحن المكثف بمصدر تيار مستمر. لو انت عندك مكثف ومعاه مصدر مستمر زي بطاريه مثلا، لحظه الغلق هيمر اقصى تيار، لحظه الغلق بيبقى التيار سابق فرق الجهد، فبيبقى التيار قيمه عظمى، وبعد كده هيبدا التيار يقل لغايه ما يبقى تمام شحن المكثف، فتوقف مرور التيار. انت عارف ان المكثف لا يمرر التيار المستمر، لكن في لحظة الغلق هيمر التيار أثناء شحن المكثف، هيكون لحظة الغلق أقصى تيار، وبعد كده يقل لحد ما ينعدم. مفيش حاجة بتقولك إن التيار هيقل لغاية ما ينعدم غير شكل د، وهي دي فعلا العلاقة أو اللي بيعبر عن عملية شحن المكثف بمصدر تيار مستمر، إن يبقى قيمة عظمى بعد كده يقل يقل لغاية ما يوصل للصفر. يبقى السؤال ده خلي بالك سؤال مميز، يبقى الإجابة هتبقى د. سؤال رقم 20، في الدائرة المقابلة عند غلق ك فإن قراءة الأميتر هيحصلها إيه؟ يبقى أنا عندي حالتين، حالة والمفتاح ك مفتوح وحالة ومفتاح ك مقفول. تعالوا كده نرسم دايرتنا، والمفتاح ده مش موجود، معاك المكثف اللي هو ساعته سي، والمكثفين على التوازي دول أنا خلصتهم في مكثف واحد. أنت عارف في حالة التوصيل على التوازي بتجمع، يعني بتقول هنا 2 سي، وطبعا الفولتميترات دي ملهاش لازمة، شلتها من الدايرة. فلما تيجي تحسب هنا التيار، انت عارف ان التيار عبارة عن ال V على ال X C، وال X C عبارة عن 1 على 2 باي F C. الفرق في قراءة الاميتر هنا او هنا هي ال C، ال C total، فهنقول ان العلاقة اللي بينهم بين ال I وال C طردية، فتعال نشوف I 1 اللي في الحالة الاولى لل I 2 في الحالة التانية. هنشوف الساعة في الحالة الاولى ال C total، معاك مكثفين على التوالي بتخلصهم بقانون التوازي، 2 في 1 على 2 زائد 1 تبقى 3 سي، 2 سي على 3. طيب واي 2 في الحالة التانية بتتناسب مع الساعة، فالساعة هنا عندك ما احنا خلصناهم اللي هما المكثفين اللي على التوازي، خلصناهم
في مكثف واحد باتنين سي، يبقى هنا في اتنين سي، سي هتروح مع سي والاتنين مع الاتنين، يبقى اي واحد على اي اتنين بتساوي واحد على تلاته، يبقى اي اتنين بتساوي تلاته اي واحد، يبقى التيار في الحالة التانية زاد لتلات امثاله، يعني الاجابة هتبقى ج. السؤال اللي بعده فيه الشكل المقابل عايز الساعة الكلية لمجموعة المكثفات بتساوي ايه؟ طيب احنا عندنا المكثفين دول ممكن نختزلهم في مكثف واحد، هي مكثفات متوصلة على التوالي بس بخلصها بقانون التوازي، فياخد واحد منهم واقول ايه بقى؟ اتنين سي واتنين سي، هاخد واحدة منهم على عددهم، يبقى اتنين سي على الاتنين فيها السي، ويبقى اتبقى لك فوق مكثف ساعته سي، وكده الاتنين متوصلين على التوازي. في حالة التوصيل على التوازي انا بتعامل مع الساعة بقانون ادام متوصلين على التوازي بقانون التوالي، فاجمعهم اقول سي وسي اتنين سي، هتبقى الاجابة ب اتنين سي. نشوف السؤال 22، الشكل يوضح دائرتين التيار المتردد احداهما تحتوي على مقاومة أمية ار والدائرة الاخرى على ملف حاسة عديم المقاومة الأمية، فإذا افترضنا ان جهد المصدرين ليهم نفس الطور فان فرق الجهد بين التيارين اي ال والاي ار يمثل بايه؟ اول حاجة لازم يكون عندي نقطة مرجعية اللي هو التشابه بين الاتنين، هما مش في دايرة التوالي عشان تبقى مرجعيتي التيار، هما فرق الجهد فيهم هو اللي ليه نفس الطور فمرجعيتي فرق الجهد، فهفترض فرق الجهد على اي منحنى، ولنفترض هنا فرق الجهد خاص بمين؟ ال VR وكمان ال VL، لان الاتنين دايرتين ليهم نفس الجهد. طيب فين فرق، فين تيار المقاومة؟ تيار المقاومة بيتفق في الطور مع فرق الجهد عبر المقاومة، فهنا ال IR. طب فين تيار الملف؟ تيار الملف بيتأخر عن ال V الملف عن الفرق الجهد بزاوية 90، يبقى هنا ال IL. لو انت عايز ترسم تيارات بس هيبقى هنا ال IR وهنا ال IL. هل ده موجود؟ IR اهي و IL اهي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون به. بيقول لك في الشكل التالي اذا كانت قيمة ساعة كل مكثف 10 مايكرو فراد، فعايز الساعة الكلية عندها 10 ده 10 ده 10 ده 10. طيب تعالى نبدأ بالاتنين اللي على التوازي ونخلصهم بقانون التوالي، فنقول 10 و10 20، يبقى انا هخلي مكانهم مكثف واحد 20 مايكرو فراد، وفي جنبهم مكثفين تانيين كل واحد فيهم 10 مايكرو فراد. طيب هنخلصهم ازاي؟ هنمسك كده العشرة مع العشرة دول توالي، هنخلصهم بقانون التوازي، هناخد واحدة منهم على عددهم، يعني 10 على 2 فيها 5، يبقى اصبح معاك مكثف 5 مايكرو فراد ومكثف تاني 20 مايكرو فراد، الاتنين متوصلين على التوالي هتخلصهم بقانون التوازي، فتقول 20 في 5 على 20 زائد 5 هيطلع 4 مايكرو فراد، فتبقى الإجابة دي. السؤال 24، مصدر متردد يتصل بمقاومة أمية مقدارها 50 أوم، عندك مصدر متردد وبيتوصل بمقاومة بس، يعني دايرة فيهاش غير مقاومة، وبالتالي فرق الجهد عبر المصدر بيساوي فرق الجهد عبر المقاومة. عارف لو كانت في عنصرين، يعني مثلا مقاومة ملف، عمري ما اخد فرق جهد المصدر على انه الفي ار، لان فرق جهد المصدر هيبقى عباره عن الفي هتتوزع عليهم بقى سواء كان اتجاهي او بطريقه ما، لو كان مثلا ملف مكثف على حسب العناصر اللي عندك. لكن انا عشان هنا قال لي مصدر متردد يتصل بمقاومه اوميه، اذا هعتبر الفي مصدر هي الفي ار، فاذا كانت القوه الدافعه الكهربائيه اللحظيه للمصدر تحسب من العلاقه. طيب ما هدي هتنفعني ان انا اعرف الفي المصدر بكام، وهي دي الفي ار، عشان عايز القدرة المستهلكة في المقاومة. طب ما القدرة دي لازم اتعامل مع الافكت، فدي كده الفي ماكس، فانا عايز اجيب الفي افكت للمصدر، الفي افكت فاقول 100 جذر 2 على جذر 2، دي الترم مع دي، يبقى عرفت ان الافكت ب 100. طيب الافكت ب 100 دي تنفع المقاومة؟ اه تنفع، عشان ايه؟ المقاومة هي العنصر الوحيد. فلما اجي اجيب الباور هقول في افكت تربيع على الار، يعني 100 الكل تربيع على المقاومة اللي هي 50، هيطلع الناتج 200 واط، يعني الاختيار الصحيح هيكون ب. وصلنا سلك مستقيم بمصدر متردد فكانت شدة التيار الفعال اي، ثم لفينا السلك على هيئة ملف ووصلنا بنفس المصدر، فالاي هيحصل لها ايه؟ طبعا الاي هتقل. طب هتقل ليه؟ علشان التيار في وهو سلك، التيار وهو سلك كان مين بيمنعه؟ كانت مقاومة السلك، لكن لما احول السلك لملف يبقى التيار هيمنعه المقاومه والمفاعله الاكس ال، يعني اللي بيمنع التيار زاد وبالتالي التيار هيقل، يبقى الاجابه الف. سؤال 26، دينامو تيار متردد يتصل بملف حاسه عديم المقاومه، يبقى دينامو ده كده دينامو تيار متردد،
يتصل بملف حس. ماشي، عديم المقاومة الأمية، مفيش حاجة تانية غير الملف هو عنصر واحد، فإذا زاد التردد الدايرة للضعف، التردد زاد الضعف، إيه اللي هيحصل؟ النهاية العظمى للتيار. طيب نكتب التيار بيحسب إزاي؟ طبعا النهاية العظمى للتيار يعني عايز الأي ماكس، الأي ماكس بتساوي الفي ماكس على الإكس إل. الفي ماكس هنفكها لأن هو قال لي إن المصدر دينامو، وإحنا حافظين الفي ماكس عبارة عن إم 2 باي إف، والإكس إل 2 باي اف ال، فالاف اللي هتزيد هتطير اهي من البسط من المقام، يبقى اذا الاي في الحاله دي لا تتوقف على التردد، فايه اللي هيحصل للتيار؟ التيار هيدانه زي ما هو، يبقى الاجابه ده. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل التالي يبين تدريجات مختلفه لاجهزه كهربيه مختلفه قد تكون اوميتر فولتميتر اميتر حراري، فان الاجهزه هتكون ايه؟ طيب تعال نشوف الاميتر الحراري. الاميتر الحراري بتتقارب اقسامه عند البدايه ثم تتباعد، ده أميتر حراري، يبقى هنا هيبقى إيه؟ طب الأميتر، الأميتر بيبقى تدريجه الوحيد اللي عليه كلمة ما لا نهاية، أما لا نهاية إيه؟ يبقى ده سي. طيب الفولتميتر تدريجه منتظم يبقى بي، يبقى إحنا عايزين إيه؟ سي بي، يبقى الاختيار هيكون جيم. السؤال بعده في الشكل المقابل يكون فرق الجهد وشدة التيار. طيب أدي فرق الجهد والتيار، فرق الجهد محقق صفر، التيار متأخر عنه فين؟ في السالب ربع دورة. يبقى فرق الجهد مختلفين في التور بينهم 90 درجة، يبقى الاختيار ألف اختيار صحيح. السؤال اللي بعده ملف دينامو يتصل مباشرة بمكثف، فإذا زاد تردد الدينامو إلى الضعف فإن المفاعلة السعوية للمكثف هيحصل لها إيه؟ طيب نكتب القانون. المفاعلة السعوية اللي هي الإكس سي بتساوي 1 على 2 باي إف سي، يبقى بين الإكس سي والتردد علاقة عكسية، فلما التردد يزيد للضعف يبقى هي تقل للنص، تقل الى النصف يبقى الاجابه ج. السؤال بعده في الداله موضحه بالشكل التالي، فان الشحنه على احد لوحي المكثف سي 1 وفرق الجهد على لوح المكثف سي 2. طيب عشان نكون متفقين، دول كده متوصلين توالي وكده الكيو متساويه، الكيو متساويه، فالشحنه اللي هتبقى على سي 1 هي الشحنه اللي هتبقى على سي 2، وهي تبقى الكيو توتال، الكيو توتال، والكيو توتال عباره عن سي توتال في الفي توتال. طيب تعال نجيب السي توتال، معايا مكثفين متوصلين على التوالي، هخلصهم بقانون التوازي، يعني حاصل ضربهم على ناتج جمعهم 2 في 4 ب 8 على 2 زائد 4 6، يبقى دي السي توتال. طيب والفي توتال بكام؟ الفي توتال اللي هي الفي مصدر ب 15. يبقى احنا هنقول ايه دلوقتي؟ هنقول الكيو توتال هنضرب السي توتال اللي هي 8 على 6 في الفي توتال اللي هي 15، هيطلع معاك الناتج 20، 20 مايكرو كولوم عشان ما حاولناش. طيب فرق الجهد اللي على المكثف سي 2 هنقول له مش الكيو بيساوي سي في في، يبقى الفي، الفي هتساوي كيو على السي، واحنا عرفنا الكيو ب 20. السي 2 بكام؟ سي 2 ب 4، يبقى 20 على 4 فيها ال 5، 5 فولت، لانك بتقسم مايكرو على مايكرو، فبالتالي الاختيار الصحيح هيكون ج. الشحنة 20 مايكرو كولوم والفرق الجهد 5 فولت، يبقى الإجابة هتبقى ج. السؤال اللي بعده شكل مقابل يمثل التغير في فرق الجهد والتيار مع الزمن خلال مين؟ هل العنصر ده مقاومة أمية عديمة الحس، ولا مقاومة أمية مع ملف، ولا ملف حس معامل حس يعني عديم المقاومة ومعامل حس زائد 2 أوم، ولا ملف حس عديم المقاومة ومفاعلته الحسية نص أوم؟ طيب أولا هبص كده هلاقي الفي عند الصفر، والتيار، التيار مش عند الصفر، ده التيار عند السالب ربع دوره، يعني عايز اقول لك ان فرق الجهد متقدم على التيار بربع دوره، فده معناه ان دلوقتي دي دايره ملف، ملف نقي. طيب ما انت عندك ج وده الملف نقي، يعني ايه ملف نقي؟ يعني ملف حاس عديم المقاومه. طب معامل الحاس الذاتي ازاي؟ معامل الحاس الذاتي ما اقدرش احسبه، اللي اقدر احسبه المفاعله الحسيه، فانا هجرب كده، هقول له الاكس ال عباره عن الفي على الاي زي اي اكس، اي ممانعه الفي على الاي، بس هقول في افكت، لو قلت في افكت اقسم على اي افكت، لو قلت في ماكس اقسم على الاي ماكس لانها نسب، يبقى الفي ماكس عشان هي دي اللي عندي على الاي ماكس. طيب الفي ماكس بكام؟ ب3 والاي ماكس ب6، يبقى 3 على 6 بنص، يبقى مفاعلته الحسيه نص اوم، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 32 في الشكل المقابل عند غلق المفتاح فان شده التيار هيحصل لها ايه؟ قبل ما نقفل المفتاح كان التيار عبارة عن ال V على ال XL. دلوقتي لما هتفتح المفتاح، لما تقفل المفتاح يبقى الملفين دول متوصلين على التوازي زي بعض، يبقى ال XL ساعتها هتقل للنص،
يبقى التيار يزيد للضعف وزاويه التور مش هتتغير، ده لازم اهي زاد للضعف ده ظهر زاويه التور ثابته، يبقى الاجابه ج. سؤال رقم 33، دائره مكونه من دينامو تتغير عدد لفاته ان متصل مع ملف حاسة عديم المقاومه، فان الرسم الذي يمثل علاقه بين الان والقيمه العظمى الاي ماكس. عندك هنا الاي ماكس بتساوي الفي ماكس على الاكس ال. طيب العدد اللفات موجوده فين؟ في الدينامو في الفي، بنقول اف 2 باي اف، والاكس ال 2 باي اف ال ما فيهاش ان. حتى الان اللي جوه معامل الحاسة الذاتي دي ان الخاصه بعدد لفات الملف وليس عدد لفات الدينامو. عدد لفات الدينامو موجودة في البسط بس، وبالتالي العلاقة اللي بين التيار وعدد لفات الملف الدينامو هتبقى طردية، فبالاختيار ب. سؤال 34، الكيمياء الفيزيائية تعبر عنها النسبة التالية اي على اوميجا سي. اي على اوميجا سي، عارف فرق الجهد عبر المكثف هيبقى عبارة عن الاي في الاكس سي. ادي الاي والاكس سي هنفكها لواحد على اوميجا سي، يكون الناتج اي على اوميجا سي، دي هتبقى فرق الجهد، فيبقى الاختيار ج هو الاختيار الصحيح. السؤال بعده، في الدوائر التاليه كما بالشكل مع ثبات فرق الجهد المصدر المتردد، فان الاختيار المناسب لشده التيار في كل دائره عند غلق المفتاح كي. طيب في جميع الحالات هيبقى انت بتوصل على التوازي، وفي مبدا التوصيل على التوازي هتقل المقاومات اللي في الدايره او المفاعلات اللي في الدايره، فبالتالي هنا هيبقى عندك التيار هيزيد، عشان كده هختار ج انها تزيد في جميع الدوائر. السؤال بعده، عند توصيل مقاومه عديمه الحس في دائره تيار متردد، فان التيار وفرق الجهد لهما نفس الطول، هيبقى الاجابه الصحيحه هتكون ج. السؤال اللي بعده، كما في الشكل التالي، فإذا زاد تردد المصدر في كل من الدائرتين مع ثبوت فرق الجهد، فإن الاختيار المناسب لقراءة A1 و A2. أنت هتعمل إيه؟ هتزود التردد وفرق الجهد ثابت. طيب تعالى نشوف الأميتر A1. قراءة التيار في بالنسبة لواحد هيبقى عبارة عن الـ V اللي هي مش هتتغير على الـ XC، تمام؟ طيب الـ I هتساوي، خلينا هنا بنقول لك إيه بقى؟ الـ XC هنكتبها على جنب، عبارة عن واحد على 2 باي FC، فالإكس سي والتردد عكسي، فلما انت تزود التردد يبقى الإكس سي هتقل، ولما الإكس سي تقل يبقى تيار اي واحد او اميتر اي واحد هيزيد، يبقى احنا هنا هنقول ان التيار هيزداد، ده يزيد. طيب وبالنسبة للدائرة التانية هنقول ان التيار في الحالة التانية عبارة عن الفي اللي مش هتتغير على الإكس ال، والاكس ال طردي مع التردد 2 باي اف ال، فلما التردد يزيد الاكس ال تزيد، فلما الاكس ال تزيد يبقى التيار هيقل، يبقى 2 يقل، يبقى يزيد يقل، يبقى الاختيار د. سؤال 38، عندما تتساوى كميه الحراره المتولده مع كميه الحراره المفقوده بالاشعاع، شرط الاتزان في مين؟ في الاميتر الحراري، وساعات بيقولوا عليه الاميتر ذو السلك الساخن. والاجابه ألف. سؤال 39، يوضح الشكل الآتي، 4 مكثفات موصلة على التوازي وعلى التوالي، فإذا كان سعة كل مكثف 2، كل واحد من دول 2 بيكو فراد، فإن السعة الكهربية كلها هتساوي إيه؟ تعالى نخلص الاتنين اللي على التوازي دول بواحد بس، وفي التوصيل على التوازي بنخلص بقانون التوالي، يبقى 2 و2 يبقى هنا 4 مايكرو فراد، هيبقى جنبه هنا مكثف واحد، الاتنين على التوازي هنخلصهم بقانون التوالي، يبقى برضو 4 مايكرو فراد. عندك مكثفين متوصلين على التوالي هتخلصهم بقانون التوازي، فهتاخد واحدة على عددهم، يبقى ناتج 2 مايكرو فراد 2 بيكو فراد، يبقى الإجابة هتكون ب 2 بيكو فراد. السؤال اللي بعده، بيقول لك أي الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر الحراري بصورة صحيحة عند مرور تيار قيمته الفعالة 2 أي. إحنا عندنا الانحراف، وهو المؤشر ده هيمثل زاوية انحراف، الانحراف بيتناسب مع الأي تربيع، وده اللي بيخلي التدريج غير منتظم. فانت عندك هنا لو قلنا سيتا واحد على سيتا اتنين هساوي اي واحد تربيع على اي اتنين تربيع. سيتا واحد لو اعتبرت القسم بسيتا على سيتا اتنين هيساوي الاي الاولى كانت اي تربعها تبقى اي تربيع، والاي التانية 2 اي تربعها تبقى 4 اي تربيع، دي تطير مع دي، يبقى عندك هنا سيتا على سيتا اتنين بيساوي 1 على 4، يبقى سيتا 2 المفروض تبقى 4 سيتا، يعني إذا كان حرف لقسم عايزين 4 أقسام،
اربع اقسام، ادي 1 2 3 4 5، دي مش تنفع. 1 2 برضو مش تنفع. 1 2 3 لا. طب هنا 1 2 3 4 بالظبط، يبقى الاختيار هيكون د. سؤال 41، يتفق الجهد المتردد مع التيار المتردد في الطور في دائرة تحتوي على مقاومة أومية فقط، يبقى الاختيار هنا هيكون ألف، مقاومة أومية فقط. السؤال بعده، مكثفين سعتهم 5 مايكروفراد و8 مايكروفراد وصلوا على التوازي، يبقى المكثف الأولاني 5 مايكروفراد والمكثف الثاني متوصل مع توازي 8 مايكروفراد. فإذا كانت الشحنة على المكثف الأول، الشحنة هنا عبارة عن 50 مايكرو كولوم، فإن الشحنة على المكثف الثاني تبقى كام؟ طيب إحنا ممكن نبدأ بالمكثف ده نجيب عليه فرق الجهد اللي عليه، وفرق الجهد هنا هو الفرق الجهد اللي هنا علشان ده توصيل على التوازي، ولو جبت فرق الجهد يبقى مسهل عليا أجيب الشحنة. طيب إحنا عندنا السي بيساوي كيو على الفي، إزاي أجيب فرق الجهد؟ أقول كيو على السي. الكيو كام؟ 50، خلي بالك لو حبيت أحولها هضربها في 10 أس 6، والساعة 5 مايكرو برضه هضرب في 10 أس 6، دي هتطير مع دي، يبقى 50 على 5 فيها 10 فولت، يبقى فرق الجهد تحت 10 فولت برضه، لأن في التوصيل على التوازي فرق الجهد متساوي. طيب أنا كده عرفت إن فرق الجهد هنا كمان 10. طيب ما إحنا مطلوب مننا الشحنة، الشحنة على المكثف التاني، هنقول له كيو بتساوي سي في في. طيب الساعة بكام؟ الساعة عندك ب 8 مايكرو وفرق الجهد ب 10، يبقى الناتج 80 مايكرو كولوم عشان احنا ما حولناش، فيبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده، دائرة التيار متردد تحتوي على المكثف ثابت الساعة، فإن الفرق في التور بين الشحنة على المكثف وفرق الجهد؟ خلي بالك هو مش بيسألك على فرق التور بين فرق الجهد والتيار، لو كان بيسأل على فرق الفرق التور بين فرق الجهد والتيار كنت قلت له ان التيار سابق فرق الجهد بربع دوره، لكن هو بيسال عن حاجه تانية خالص، بيسال عن الشحنه وفرق الجهد اللي على المكثف، اقول له الاثنين دول متفقان في التور، يبقى فرق التور بينهم كام؟ صفر، فتبقى الاجابه هنا ج. السؤال بعده، اذا وصل مكثف ساعته سي، مكثف ساعته سي بمصدر متردد ثم وصل مكثف اخر له نفس الساعه بس معاه على التوالي، يعني هجيب مكثف كمان معايا على التوالي، وده سي وده سي بنفس المصدر، ايه اللي هيحصل بقى لشدة التيار؟ طيب احنا هنتكلم عن التيار في الحالة الأولى هيبقى عبارة عن الفي على الاكس سي، على الاكس سي. طيب في الحالة التانية هيبقى في على 2 اكس سي، ليه بقول 2؟ عشان عندي مكثفين زي بعض على التوالي، لو ده له مفاعلة اكس سي وده هيبقى زيه اكس سي، وفي حالة التوالي بنخلصهم بقانون التوالي. من امتى؟ مش كان قانون التوالي بنخلص بيه التوازي والعكس صحيح؟ لا، تدمع الساعة، لكن الاكس سي اللي بنقوم تواليها توالي وتوازيها توازي، بتعامل معاها عادي زي المقاومات. فهنا لما يكون معايا ملف وملف على التوالي، فالاكس سي والاكس سي هيتجمعوا يبقوا 2 اكس سي، وده معناه ان المقام زاد للضعف يبقى التيار يقل للنص، يبقى يقل للنصف، يبقى الاجابه ألف. السؤال بعده، في الدائره المقابله عايز النسبه بين في 1 لفي 2 بتساوي ايه؟ طيب تعالى الاول، هو طبعا ما اتكلمش على المفتاح ولا حاجه، المفتاح مفتوح. طيب هنرسم المصدر ماشي، وهاجي هنا في مكثف ساعته سي، ده محوط عليه الفولتميتر في 1، والفولتميتر هنا محوط على منطقة توازي، فأنا ممكن أخلصها في مكثف واحد عشان أجيب الساعة التوتال للاتنين على التوازي وأخلصهم بكل توالي، فبقول هنا 2 سي وهنا الفي 2، فعندك السي بتساوي كيو على في، يبقى الفي هتساوي كيو على السي. في حالة التوالي الكيو واحدة، يبقى بين الفي والسي علاقة عكسية، فأقول لك في 1 على في 2 هتبقى سي 2 على سي 1، يبقى سي 2 سي 2 اللي هي 2 سي وسي 1 اللي هي سي، يبقى النسبة 2 لـ1، يبقى في 1 على في 2 تبقى 2 لـ1، يعني الإجابة تبقى ج. سؤال 46، ملف حس نقي موصل مع دينامو، ماشي ادي الملف وادي الدينامو ماشي، تيار متردد، بس خلي بالك ده قالك ده دينامو فبيخضع لقوانين الدينامو اللي انت حافظها، لكن لو قالك جهده ثابت يبقى مالكش دعوة بالقانون الخاص بيه، يبقى ساعتها تخلي الفي ثابته. فاذا زاد التردد للضعف فايه اللي يحصل لشده التيار؟ لما نيجي نحسب التيار بنقول عباره عن هو عايز شده التيار الفعال، الاي افكت هتساوي الفي افكت على الاكس ال،
والفي افكت هنفكها لان ده دينامو، فانت حافظ قوانينها. يبقى اف 2 باي اف ساين 45، والاكس ال 2 باي اف ال، فالاف هتطير مع الاف، وبالتالي التيار لن يتوقف على التردد فيظل ثابت، فيبقى الاجابه ب. السؤال اللي بعده يقول لك في الشكل المقابل ده مكثف ساعته سي يتصل مع مصدر متردد ثابت الجهد. شفت بقى الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي فات؟ السؤال اللي فات بيقول لك اتصل بدينامو مصدر تيار دينامو، لكن هنا قال لك مصدر متردد ثابت الجهد، وبالتالي مالكش دعوه بالفي ما تفكهاش. ذي ترددات مختلفة، فإن العلاقة البيانية تعبر بشكل صحيح عن العلاقة بين شدة التيار اي والسرعة الزاوية الأوميجا. هنقول الاي عبارة عن الفي ومش هنفكها على الاكس سي. طيب ادي الاي وادي الفي والاكس سي واحد على اوميجا سي، مقام المقام بسط. طيب يبقى بين التيار والاوميجا علاقة طردية، بين التيار والاوميجا علاقة طردية، فبالتالي الاختيار الصحيح هيكون به. السؤال اللي بعده، في دايرة تيار متردد تحتوي على مقاومة اومية بتختزن. طبعا كلنا عارفين ان المقاومة مستهلك، المقاومة تستهلك الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية، يبقى الكلام ده صحيح، يبقى هي الإجابة جيم.